أول شيء راح أستخدم الكولر كاركتر عشان أحط الأحمر اللي راح يلغي السواد على أي منطقة غامجة في الوجه. أنا هني قاعد أحطها تحت العيون وصوب الحنج. إذا أنتوا عندكم مناطق غامجة تستخدمون الأحمر لأنه يكنسل السواد. أول شيء قاعد أستخدم الفرشة وبعدين راح أخذ البيوتي بلندر عشان أتأكد أنه قاعد أدمج كل شيء بطريقة صح. والحين راح استخدم هالستوديو فيكس ستيكس، في واحد لونه افتح من الثاني، الفاتح راح استخدمه حق الهايلايت وراح احطه على المناطق اللي ودي افتحها واسوي لها هايلايت، وفي الستيك الثاني اللي هو لونه اغمج راح استخدمه حق الكونتور. والحين راح ارجع بالبيوتي بلندر ادمج كل شيء، لكن راح ابلش باللون الفاتح اللي هو الهايلايت وبعدين راح ندمج الكونتور. والحين بس راح احط الهايلايت تحت الحواجب عشان ابرز حواجبي اكثر، وراح استخدم فرشه تكون شوي رفيعه علشان ادمج هالمنطقه اللي هي تحت الحواجب. ونفس ما قلت لكم البيوتي بلندر لها جهتين، هذه الجهه العريضه راح استخدمها حق الكونتور. والحين راح استخدم الستوديو فيكس باودر عشان اثبت المكياج تحت العين، وهم بنفس الوقت يسوي لكم هايلايت وهم يثبت المكياج على المناطق اللي تكون دهنيه بالوجه. والحين راح اخذ الجيف مي سان مينرالايز سكن فينيش على كل وجهي، راح قاعد استخدمه كبرونزر. والحين قاعد استخدم سبايكت البيج براو بنسل، هذه الطريقه لازم تستخدمونها بعكس اتجاه الشعر لانه في واكس فيثبت الشعره ويعطيكم إيحاء أن أنتوا عندكم حواجب أكثف. والحين قاعد أستخدم الكلير براو ماسكارا جل، عبارة عن جل حق الحواجب وما في لون. بحط الباودر بلاش ملبا، هالبلاش مات ولونه لايت بينك. بستخدم اليوم رموش رقمهم 48. عقب ما ركبنا الرموش راح استخدم الكحل، هالكحل اسمه سمولدر، وايد حلو خفيف ووايد سهل ان نقدر ندمجه، فقاعد احطه بالضبط فوق الرمش عشان يعطيني لوك طبيعي اكثر. والحين مع الفرشة شوي شوي ادمجه، اخليه شوي سموكت اوت، وبهالطريقة قاعد تاخذون اللوك الطبيعي اكثر. انستا كيرل لاش ماسكارا تقدرون تفرون التوب مالها عشان تعون الفرشة زيادة تكون على زاوية، وهني قاعد استخدمها حق الرموش اللي تكون تحت العين، وبعدين راح ارد اعدلها واخليها سيدة عشان ادمج الرموش الطبيعية مع الرمش اللي انا حطته. والحلو بهالمسكارة انه وايد تفرق رمش رمش وتعطيكم لوك هم نفس الشيء وايد طبيعي، لان هذا اهم شيء باللوك اللي يكون يومي. Boldly Bear اسم الليب لاينر اللي قاعدة استخدمه، واللي أحب أسويه بالليب لاينر هو أني أقسم الشفايف لأن أنتوا كذي قاعد تعطون كونتور طبيعي. وعقب الليب لاينر قاعد نحط هالحمرة وايد خفيفة ولونها وايد حلو اسمها Kinda Sexy، وهالحمرة مات